السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتقل إلى رحمة الله تعالى الشيخ المصري يوسف عبد الله الغرضاوي الذي يقيم في مدينة الدوحة القطرية ظهر هذا اليوم. يذكر أن الشيخ القرضاوي اسمه يوسف عبد الله القرضاوي من مواليد 1926، ولد في قرية صوف التراب بمحافظة الغربية بمصر، وتوفي عن عمره يناهز 96، يحمل الجنسية القطرية. يشار إلى أنه ترأس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في السابق، وانتمى إلى جماعة الإخوان المسلمين، وأصبح من قياداتها والمنظر الأول لها، ومن أبنائه إلهام الغرضاوي وعبد الرحمن الغرضاوي، وعرف بدعمه للمسلحين في الثورة السورية في عام 2016 و2018.